السلام عليكم، اهلا وسهلا، حفظنا الله وحفظكم من هذا الوباء، يا ربي ترفعوا علينا ونرجعوا لحياتنا العادية وترحمنا برحمته يا رب. الفيديو ديال اليوم هو رد على بعض التعليق اللي كان جاتني في هذا الفيديو السابق، كنت حطيته في واحد المقطع ديال الدكتور عبد الرحيم منار سليمي. فاللي كنقول اخواننا الجزائريين، حنايا راه كنقول كنهضروش على الشعب الجزائري، كنهضروا على النظام الجزائري، ما كنهضروش على الشعب الجزائري. حنا والشعب الجزائري حنا اخوه وجيران، راه كيجمعنا اكثر من اللي كيفرقنا. راه بيناتنا الدين والعروبه والنسب واللغه، وولادنا عندكم وولادكم عندنا، يعني راه كيجمعنا اكثر من اللي كيفرقنا. هادشي اللي كنبغي نشرح. حنا فاش كنهضروا، فاش كيكون الانتقادات من الصحافه المغربيه للصحافه الجزائريه، خصها تكون على النظامات، وهذا النظام الجزائري علاش كيهضروا دابا. حنا كنقولوا النظام الجزائري يعني دار واحد الاسلوب اللي فايت خدموا شحال هادي، الاسلوب ديال 1975 فاش نجحت الخطه ديال المسيره الخضراء، يعني ردت الفعل دغيا ديالو انه طرد المغاربه من الجزائر وجابهم الحدود. فنفس الاسلوب داروا دابا، غير نجحت القضيه ديال الكركارات، ناض دغيا هز مشى للفلاحه ديال اللي في الحدود الجزائريه والحدود اللي بين المغرب والجزائر، وقال لهم يخويو. يعني ردت الفعل، حنا ما هضرناش على شي يسترجعوا الاراضي ديالهم، ولا هضرنا على ردت الفعل اللي داروا الجنرالات، كيبينوا على نجاح المغرب صراحه. حنا ما كنهضروش على حنا نهضروا على ردت الفعل. بالنسبه انكم لقات هذاك ديال التطبيع، لقات ان المغرب والتطبيع وكل شيء، ما تنساوش ان الجزائر كانت مطبعه شحال هذه بطريقه غير مباشره. بالنسبه للتطبيع ديال التعاليق، كتهضروا على التطبيع مع المغرب والتطبيع، يعني راه انتم راه مطبعين شحال هذه. الغاز اللي كيمشي لاسرائيل عن طريق مصر ماشي التطبيع هذاك، يعني بديتوه انتم شحال هذه التطبيع، غير هو بطريقه غير مباشره، والمغرب ما قال والو ديك الساعات. يعني راه واحد المغرب ما هضرش ديك الساعات، جات عند المغرب عاد كثرتو فلسطين، كتهضروا على فلسطين وكتهضروا على الصهاينه، على الطريقه اللي درتو نتوما مع المغاربه، فصيفطتوهم نهار العيد ويلا كيذبحوا، خلاو مساك الخرفان ديالهم معلقين، وهزيتوهم من ديورهم وصيفطتوهم جبتوهم للحدود، ماشي هذاك فعل صهيوني. علاش ما كتهضروش على هذه المساله اللي خليتو فرقتو الرجال على النساء ديالهم، وفرقتو النساء على رجالهم، وهزيتوهم من نهار العيد، يلا نهار العيد يلا كي مساكن كيضحاو، وهزيتوهم وصيفطتوهم وحطيتوهم في الحدود، هذاك ماشي فعل صهيوني. حنا ما كنهضروش على الشعب، كنهضروا على الفعل اللي داروا الجنرال النظام الجزائري، ماشي فعل صهيوني هذاك. هذاك اكثر من اللي كدير اسرائيل مع فلسطين. كونوا مزيانين غير مع جيرانكم، بعدا عاد نهضروا على فلسطين ونهضروا على كونوا جيران مزيانين غير مع جيرانكم بعدا. بالنسبه للعرجات دابا، فاش كيهضروا الفلاحه تيغوتوا على الارض ديالهم وكل شيء، وكاينين بعض الصحافه كتقول جراو عليهم لحقاش كيدخل المخدرات من المغرب. على القرقوبي ملي كيجي ما كيجيش من الجزائر. الغاز الغير اللي ما مستعمل شاي والغير الصالح ما كيجيش من الجزائر، ملي كيجي القرقوبي على سدو الحدود. الحدود حنا مسدينهم شحال هذه، سدها المغرب. يعني هذا ما كان ماشي مبرر انكم جيتوا تسال دابا عاد قلتوا حكا قاش لقيناهم كيهربوا المخدرات من الجزائر بطريق عن طريق الحدود. يعني الحدود هذيك راه كانت شحال هذه، يعني غير ما صفوهاش مزيان. من 1972 كانت الحدود، وكانوا بحال تجاوزات على الحدود، كيهضروا على فيكيك، راه ماشي كلها فيكيك ديالكم، يعني واحد الطرف من الحدود اللي هو تجاوز عندكم، وهذيك كتابة ما صفوهاش مزيان، يعني كان الاستعمار غير فرقوها لهم وخلاوها الجزائر المغرب، وكانوا كيقولوا فوق ما نردوا بلاد، نبغيو نردوا بلادنا غادي نسترجعوها هذه. ولكن ماشي علاش استرجعتوها، علاش خدليتوها حتى لدابا مع الكركارات. يعني هذا كيبين فشل ديال الجنرالات الجزائريه، يعني فاش كتكون ما نجحش في الدبلوماسيه بحال المغرب.
النظام اللي داروا دابا بحال النظام اللي داروا بحال الاسلوب اللي دار 1975. يعني 1975 غير بمجرد ما نجحت المسيرة الخضراء، مجرد ما نجحت ما بقاو فين يبردوها في المغاربه، مشاو للمغاربه طردوهم من بلادهم، من الجزائر، من بلادهم هي. عاوتاني نفس الاسلوب داروه، بمجرد ما نجحت القضيه الكركارات ما بقاو فين غادي يبردوها، ما بقاوش فين غادي يردوها لهم، ردوها بداك الطرف، يعني داك الطرف من الحدود اللي دخل شويه عند الجزائر، هما اللي قالوا لهم خويو. راه ماشي الفيكي كلها اللي كلشي كيغني الفيكي غترجع للجزائر، والطرف من الحدود ديال اللي دخلت عند الجزائر كانوا المغاربه كيمشيو من الفيكيك كيدخلوا غارسين تما النخل وغارسين سميتو، وكيدخلوا هذه كانوا شاريينها بالوثائق موثوقه من عهد الاستعمار. يعني الاستعمار هو اللي خلى لهم هاد سميتو، هاد الاستعمار خلاوه لينا كاملين، لا للمغاربه ولا للجزائر، ما صفاوش الحدود نيشان. ها هي الخريطه ديال الجزائر والمغرب اللي كيفرقها هاد الخط هذا، وداير هكا. يعني هنايا غادي تكون ماشي في كيك كلها، ماشي في كيك، راه العرجات. هاي الخريطه اللي كتبين، ها هي كتبان من هنايا، هذا كله كيفرقوا ما بين، فوالا هذه هي اللي كيفرق ما بين الجزائر والمغرب. هنا الجزائر وهنا المغرب، يعني هذه البلاصه هذه هي فيكيك، ها هي فيكيك، يعني راه ماشي كلها فيكيك، كلها داخله في المغرب في هذا. وكان واحد الحد منها واحد الشويه اللي دخل عند الجزائر، وكيتعتبر من الجزائر، وكيتعتبر من الاراضي الجزائريه. فكانوا الفلاحه كيمشيو من فيكيك وكيمشيو الجزائر تما، كان ديك المنطقه اللي محسوبه على الجزائر، وكيغرسن فيها النخل ديالهم ولا الشجر وداك الشيء. هذه هي فاش هذا، وهما فاش بغاو يسترجعوا غيسترجعوا هذيك البلاصه، راه ماشي فيكي كلها غيسترجعوها، انا فيكي راه مغربيه، هذيك البلاصه هذيك المنطقه هي اللي غادي يسترجعوا، هي اللي قالوا لهم يخويو، باش يخويو لهم الاراضي ديالهم، لان محسوبه مع الحدود الجزائريه، محسوبهش مع المغرب. هذه هي دابا الفلاحه كيمشيو من فيكيك، كيمشيو من فيكيك وكيمشيو ديك البلاصه باش يغرسوا فيها، لان ديك البلاصه كانوا شاريينها من عهد الاستعمار بالوثائق يعني ديالهم، هما شاريينها وارثينها على الاجداد ديالهم اللي عمرها شحال 100 عام شحال، هذه ماشي غير عاد، ولكن داخله في الجزء في الحدود الجزائريه. هذه هي اللي قالوا لهم محمد، وهذا العقد كانوا داروا مع المغرب، الحدود الجزائريه نهار اللي بغاو الحدود ديالهم غادي يسدوا، غادي يبغيو غادي يخويو. هذه ما رصوش مزيان على الا كانوا فيها المغاربه، ولا يمكن هذا هو اللي كان وقع لهم، وما خلاو شيء مزيان. داك العقد اللي داروا ما واضحش مزيان بيناتهم، اللي خلى لهم هادشي دابا المشاكل. اما المغاربه شاريينها، ماشي غير مشاو للحدود وبداو كيزرعوا فيها، راه شاريينها وورثينها على الاجداد ديالهم، وورثينها هادو راه من عهد الاستعمار، عندهم كاينين عندهم العقود ديال النوتير من عهد الاستعمار، والنصارى اللي كانوا الفرنسيين اللي كانوا عقدوا لهم ديشرا. ولكن دابا فاش غلقوا، بغاو يغلقوا الحدود يسدوها، كتبقى ديك الارض داخله في الحدود ديالهم، داخله في الاراضي ديالهم، داك الحد داخل عندهم. كتهضروا على النظام الملكي والملك، وانتم بغيتوا الملك، حنا بغينا الملك، وحنايا كنبغيو الملك، وبغينا الملك ديالنا والله يحفظه ويخليه لينا، لان الحمد لله لو كان ماشي الملك، يعني الجينيرات هما الاربعه ديال الجينيرات ما تتفاهمش بعضياتهم، لان الجمهوريه كتخلي الطمع، كلشي كيطمع يولي رئيس، وهذيك هي فاش كينوض كل واحد كينوض يدير الري ديالو، هذيك هي فين كينوض كيخلق المشاكل. شحال من بلاد، شحال من جمهوريه كلها تخربات، فالحمد لله على الملكيه ديالنا، مخلينا الامن والاستقرار الحمد لله، والملك الشاب غادي مع العقول ديال الشباب، اللهم لك الحمد. يعني المشاكل الداخليه كاينه في كل البلاد، كما دابا راه طاريه انتم عندكم المشاكل الداخليه، طبيعه الحال الدراري باقيين جون وباقيين شباب، وتيحكموهم جينيرالات اللي هما مسنين وعندهم العقليه والاسلوب ديال الف ديال السبعينات وديال الستينات، طبيعه الحال طبيعه الحال ماغاديش يكون ماغاديش يتفاهموا، لان كيديروا الاساليب القديمه، كيخدموا الاساليب القديمه، الاساليب ديال الستينات والسبعينات، ماغاديش تجي ديال الشباب ديال دابا اللي راهو عنده بزاف ديال الطموح، وطموح مدغن، وطموح جديد، وطموح شاب،
يعني ماشي الطموح ديال الشاب دابا هو ديال شحال هادي ديال الناس ديال الستينات، داكشي باش كاينين المشاكل هذيك سي نورمال عند كل شيء. ماشي باش الحمد لله المشاكل كاينه داخلين، ما غاش ندخلوا فيها، ما كانش كيدخل في المشاكل ديال البلاد ديال واحد اخر، ولكن على الاقل كنحمد الله على بلادنا، مازال مستقر، مازال الهدوء، مازال الامن. يعني واخا كاين مشاكل وكاين صداع وكاين، الحمد لله على بلادنا، وكل واحد كتهزو على نفسه على النفس على بلادو. يعني كل واحد كيما الجزائريين هزاهم النفس على بلادهم، راه من حقهم هذاك، راه بلادهم، حتى حنا كنهزنا النفس على بلادنا. فختاما الله يحفظ بلادنا ويحفظ ملكنا ويحفظ الشعب ديالنا ويحفظ الامه الاسلاميه. كنتمنى يرفع علينا ربي هذا الوباء ويرحمنا برحمته، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.